استطلال. شخير كابتن حمد، ازي حضرتك؟ طيب نوضح الامور الاول مره تانية، ان النهارده اللجنه الاولمبيه ارسلت خطاب بترد فيه على استفسار اللجنه الخماسيه بخصوص انعقاد الجمعيه العموميه في منتصف يوليو، وبالتالي اللجنه الاولمبيه رفضت او بينت او وضحت الامور للجنه الخماسيه بان ده ما ينفعش، لازم ما بعد انتهاء الموسم القاري. ارجو من حضرتك توضيح الامور اكتر بالنسبه للمشاهدين معانا. هو في ماده في اللائحه بتقول الكلام ده، بس ده في الظروف الطبيعيه. بتقول ايه؟ ان عشان ادعو الجماعه العموميه بعد نهايه الموسم وبعد عيد التصنيف تاني بقائم التصنيف، فهو موجه الدعوه لعقد الجماعه العموميه. ده صح، ده اللائحه قالت كده. بس هل ده معناه ان انا الغي الجماعه العموميه؟ بص يا فندم بالراحه بقى بهدوء كده. هي التمثيليه ايه؟ هقول لك ايه التمثيليه. اللجنه الخماسيه مش عايزه تمشي. مش عايزه تمشي، ده وجهه نظرك انت شخصيه يا استاذ. ايوه اقول لك واحد بتهالك. الناس هتمشي دي، ناس جايه لثلاث تكلفات مهمه قدام اجر معين بياخدوه وحاجه زي الفل. تمام. الاجر ده مقابل العمل واللي في عينتهم، اعتبرهم دول معينين بعد. متفقين يا كابتن؟ متفقين. اما جو أنا انت حضرتك بتتكلم يعني على مسؤوليتك الشخصيه، لان طبعا انا بتكلم بالملي، انا مسؤول تماما. انا حضرتك نملك من الاوراق ما يفيد ان هم بياخدوا اجر. متفقين ولا برضه دي مسؤوليه شخصيه؟ مسؤوليه تمام شخصية. تمام. مكلفين بمده معينه بثلاث مهام، برضه ده على مسؤوليه شخصيه، لا باوراق مظبوطه. قالوا تعالى روح اقعدوا اعملوا ثلاث حاجات، اعملوا لائحه وعقودوا جمعيه عموميه وسيروا الامور كده. التكليف ده جاي كتابتها من الفيفا. تمام. الثلاث تكلفات جم واللجنه الخماسيه جت، وحاجه جميله قوي زي الفل قدام الناس كلها عايشه معانا في القصر. لا عمل رايحه ولا عقد جماعه عموميه ولا عرفوا سير امور. ده المحصله بتاعت اللجنه الخماسيه. تمام. طيب اللجنه الخماسيه جالها جواب من شهرين قال له اخركم 30/7. المفترض انك توجه الدعوه قبل 30/7. اللي هو منتصف الدعوة. منتصف الشهر ده. بالظبط يا فندم. قال له ده هتروح خلاص. وجه دعوه بقى، ما وجهش الدعوه. اللائحه من شهرين، انا حضرتك ادله، من شهرين سربوا لنا لائحه، سربوا لائحه ولما تطلق في العلن للناس كلها. اللائحه دي فيها شويه حاجات وقالوا هي دي، لا مش هي بتاعتنا بتاع مش عارف مين راحت فين جت ايه، وبعدين جو سحبوها تاني. طيب اللائحه دي الغرض منها ايه؟ ان نعمل لائحه. طيب اللائحه دي فين؟ كل همه قال لك انا هعمل جمعيه عموميه 95 واحد. نقف عند النقطة دي، هي دي مربط الفرس يا كابتن. حضرتك كابتن محمد فاروق عضو جمعية عمومية، عضو عامل في جمعية عمومية اتحاد الكورة. مين يقدر يشيلك؟ اللي دخلك هو اللي يشيلك، صح ولا أنا غلطان؟ طب أنت دخلت عشان استوفيت الشروط. فبقى عندي 220 واحد عضو جمعية عمومية، أعضاء عاملين مستوفين الشروط. تمام. طب أنت عايز تخليهم 95. عشان تخليهم 95 يبقى لازم تخلوا بحاجه ناقصاهم عشان ما يبقوش مستقرين الشروط. طب ايه اللي ناقصهم؟ يبقى التصنيف. طب التصنيف ده عشان اغيره لازم اغير اللائحه. وعشان اغير اللائحه لازم اعمل جمعيه عموميه. طب انت عايز تقطن الثلاثه وتغير التصنيف من غير ما تغير اللائحه، من غير عقد جمعيه عموميه، وتقول لي 195. ينفع الكلام ده؟ لا ينفعش. فقالوا ايه؟ عملوا التفتق بينهم الساده الجهابذه وقالوا الاتي. نقط. هنعمل مسابقه الكاس على 20 نقطه. مسابقه الكاس في اللائحه 20 نقطه. بس قال ايه بقى؟ من شارك في اللائحه مكتوب من شارك في مسابقه الكاس مصر هياخد 20 نقطه. فقام قال له ايه؟ لا ده من شارك حتى دور ال 16. هنا التعديل. عشان الناس تبقى معانا في الحدث. هو الطبيعي ان اي واحد بيشارك في بطوله كاس مصر بياخد عدد من النقط معين. 20 نقطة. اللائحة المعتمدة من الجمعية العمومية بشروط التصنيف بطول الكلام. طيب ما بعد دور ال 16 بيزيد يعني عدد النقط؟ لا هم 20 نقطة برضه. قالوا لا اللي قبل كده مش هياخد، اللي وصل دور ال 16 هياخد 20 نقطة. تمام. ليه؟ عشان في الحالة دي لو بيطبق التصنيف على من شارك في دور 64 لحد دور 16 نوصل لان طير 100 واحد بره. العدد بيقل. تمام. يوصل ل 95. لكن هنا صراحة أنت لعبت في التصنيف. لعبت في معايير التصنيف اللي موجودة في اللائحة بدون ما تعدل اللائحة. طيب أستاذ اتفضل
اتفضل كمل الصلاه عشان السؤال بس. اعضاء جمعهم 195 طيب. على هذا الاساس اللي هم 220. طيب تحذير الباشمهندس هشام حطب او اللجنه الاولمبيه للاتحاد للجنه الخماسيه بخصوص اي اجراء للانتخابات في التوقيت الحالي هيقابله بعد كده هو حل للمجلس في اي طعن او بالطعن اللي ممكن يتقدم من اي حد بعد الانتخابات لو ما اتعملش كده، لو الموسم الكروي لازم يخلص ثم اجتماع جمعيه عموميه ثم اجراء انتخابات. احنا بقى هنعتبرها مش حل يا كابتن محمد، هنعتبرها بطلان لاجراء الانتخابات عشان يبقى التعبير سليم، بطلان لاجراء الانتخابات. ليه؟ ان اللي هيدخل وصوت على ضوء التصنيف ما كملناش الموسم المهم في اللائحه، وبالتالي اللي قاعد ده كان المفروض يستنى لحد ما نكمل الموسم. طب نحسبها بقى بالراحه ولا بوجه كلامي رئيس اللجنه الاولمبيه؟ اي موسم واي مسابقه ال 220 دول جم، قالوا الدرجه الاولى ودرجه ثانيه دول داخلين، درجه ثالثه حدهم 30 نقطه، الباقي حد 10 كرة نسائيه و10 كرة شاطئيه و20 للكاس والكلام ده كله. طب نعمل التقييم ده ونقول هل هو، انت متخيل النهارده في تقييم هيتم؟ في تصنيف هيتم؟ طيب. انا عايز اقول للاستاذ هشام حطب حاجه صغيره قوي، اذا طلب اعضاء الجمعيه العموميه للاتحاد القائم حاليا بعقد جمعيه عموميه غير عاديه حقهم ولا لا؟ انت بتسالوه. انا معاك انا بقى يعني انا بقول السؤال على البلد، حقهم ويبقى ربع العدد بتاع اعضاء جمعيه عموميه، يعني ربع ال 220 من حقهم يطلبوا بعقد جمعيه عموميه غير عاديه وعدل اللائحه. ايه المشكله في كده؟ هو ده بقى لو هنتكلم بقانون صح. ما ناخدش ايه، هو الاستاذ هشام حطب او الباشمهندس هشام حطب بيستند على ان ده مخالفه، او لو حصل للايحة. ده مخالفه للقانون المصري للانتخابات. للانتخابات الماده رقم 233 يعني على حسب تذكري يعني. ما انا هو مكتوب كده في الوثائق، بس عايز اقول لحضرتك هو مش القانون المصري قال ايه؟ ايه علاقته بالتصنيف؟ يجيب لنا سطر يقول التصنيف مكتوب في القانون المصري، او ان اتحاد الكوره كتب في القانون المصري، مش كمان هي اللائحه بتاع اتحاد الكوره هي اللي شرطت هذا الشرط. هو مش هوجه الدعوه الا بعد نهايه الموسم عشان اتحاد الجمعيه العموميه.